بداية وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا لتوحيد مملكتنا الحبيبة في يومها الوطني 87، مملكة التوحيد والإيمان، مملكة العز والفخر، مملكة الأمن والأمان، مملكة الرخاء والازدهار، مملكة الرؤية الطموحة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم العظيم سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. إن الرؤية الطموحة للمملكة والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تجسد روح التطور المتواصل لمملكتنا الحبيبة ووطننا الغالي على مر السنين. ومن أهداف هذه الرؤية هي الرقي والاهتمام بالثروة البشرية وتنميتها لهذا الوطن وتنمية قدرات شبابه ليصبحوا قادرين على أن يكونوا شباب الوطن الفاعلين في قيادة المستقبل ورؤية هذا الوطن المعطاء، واستشعارهم بدور مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في تحقيق رؤية المملكة. ومن ضمن تفعيل الشراكات بدأت المدينة الطبية باكورة من التعاونات مع جامعات المملكة، وكان أولها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد، وقامت بالتعاون معها في تنمية القيادات وكذلك تهيئة الشباب وتمكينهم في مهارات التفكير والتخطيط المستقبلي. وقد كان لي الشرف بحضور أحد هذه البرامج وهو قمة همتي واطلعت عليه، وكان لذلك البرنامج نجاح كبير في تهيئة الشباب ممن يتخرجون من الثانوية العامة، فأحببنا أن نستضيف هذا البرنامج كأول خطوة ونقوم بسلسلة من البرامج الأخرى التي تهدف إلى تنمية الشباب سواء على مستوى التعليم في المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية لتمكينهم من التفكير والتخطيط لمستقبلهم على الشكل الصحيح والذي يسمح لتحقيق رؤية المملكة 2030. أتقدم بالشكر الجزيل لمدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وعميد كلية الإدارة والاقتصاد والإخوة القائمين على برامجهم والذين تعاونوا معنا في نقل هذه الفكرة، وأتقدم كذلك بالشكر الجزيل لإدارة الابتكار بمدينة الملك عبدالله الطبية في التخطيط وعدة برامج تنهج نفس النهج وكذلك ترتقي لأن تحقق رؤية المملكة وما لها مدينة الملك عبدالله الطبية من باع في مجال الإبداع والتطوير. أتقدم لكم جميعا بالشكر على حضوركم، وكل عام ولكم بخير ودام عزة يا وطن. مدينة الملك عبدالله ساهمت في يومنا الوطني بمعرض أول بعنوان قمة همتي لتشجيع الشباب على التخطيط ووضع الأهداف، مما سيساهم بإذن الله تعالى في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. نهدف بإذن الله تعالى للمساهمة مع أبناء الوطن للتخطيط ووضع الأهداف منذ نعومة أظافرهم. فالمعرض الأول موجه لطلاب الثانوية، وسيتبعه معارض أخرى، معرض لاختيار التخصص الطبي مما سيصب في مصلحة الجانب الطبي بإذن الله تعالى، وهو تخصص من المدينة الطبية. ثم سيتبعه معرض الإبداع لتشجيع الإبداع في المجال الطبي، مما سيجعل مدينة الملك عبدالله الطبية ووزارة الصحة ومملكتنا الغالية بإذن الله في مصاف الدول المتقدمة في المجال الطبي. الواقع الشيء اللي شفته اليوم شيء يثلج الصدر، وهو حقيقة بيسد ثغرة مهمة وله حاجة شديدة لكل طلابنا وطالباتنا. مجهودات كبيرة جدا، وحقيقة ما هو مستغرب على مدينة الملك عبدالله الطبية والعاملين والقائمين عليها بإنتاج مثل هذا البرنامج. حقيقة بشجع كل الطلاب والطالبات اللي في مقتبل حياتهم إنهم هم يمروا على هذا المؤتمر ويستفيدوا منه استفادة قصوى، لأنه فعلا يعني صمم ونفذ بطريقة احترافية عالية المستوى، وبإذن الله تعالى يؤتي ثماره وفائدته المرجوة. وأشكر كل من ساهم في هذا البرنامج والمشروع الرائع.